أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من 17 سبورتس. قبل ما أتعرف على ضيفنا لليلة، بحب أذكر إنه هيدي أول حلقة لي من بعد وفاة والدي، فبحب أهدي هالحلقة وكل حلقة وكل نشاط إعلامي بعمله لروح والدي، وبقول له مثل ما هو كان رافع راسه فيي بحياته رح يرفع راسه فيي بمماته، مثل ما أنا رح ضلني رافع راسي، هو مثالي الأعلى ورح ضلني رافع راسي فيه ابدا ودوما ولا اخر لحظه بحياتي. اعزائي المشاهدين، خليني اعرفكم على ضيفنا لليله. هو المتحدث باسم اوفرود اكستريم، السائق والبطل جميل شهيب. اهلا وسهلا فيك استاذ جميل. اهلا وسهلا فيكم، يسعد لي مساك خي زاهر. منورنا استاذ جميل. يعني فريق اوفرود اكستريم يعني اشهر ما انه يعرف، عم تثبتوا حالكم بجدارة، عم تثبتوا حالكم بقوة. بداية خبرني، كان حضرك المتحدث وأحد أعضاء فريق أوفرود إكستريم، خبرنا عن الفريق، أدي عدد أعضائه، من أمتين تأسس، شو العربيات السيارات الدفع الرباعي 4x4 اللي معكم، يعني حط المشاهدين، عرف المشاهدين عن فريق أوفرود إكستريم. أول شيء بدي بلش كلامي باللي أنت تفضلت وحكيته، راح أقول لك إنه والدك أكيد أكيد مفتخر فيك مطرح ما هو، وأكيد رافع راسه بالعالي لأنه أنت من الشباب يلي بيرفع الراس، وهذا الشيء أنا ببصم لك عليه بالعشرة. يعطيك الألف عافية ويدم لك الهمة، وأنت من أطيب الشباب حتى. يطول عمرك بالنسبة لموضوع عائلتك أستاذ جميل، حبيب القلب، وأنت كمان الله يدم لك الهمة وتضلك على طول مثابر على عملك وعلى مجهودك اللي مميز جدا حبيب القلب. بالنسبة للجروب، نحن تقريبا صرنا بهالمجال تقريبا بحدود الست سنين. بلشنا كجروب صغير يعني مصغر لكم شاب هيك هاوي، عرفت كيف خي زاهر. ونحن بالمبدأ يعني مثل ما بلشنا هيك بكم شاب من الشباب الطيبة، كل العالم حبتنا وصارت تحب تنضم لنا، وبلشنا صارت تبعوكم بكثافة. نعم 100%، بلشنا نكبر شوي شوي. اليوم نحن جروبنا بضم 1200 مشترك، 1200 سيارة، 1200 جيب أوفرود اللي هو ضمن جروب أوفرود إكستريم. جروب أوفرود إكستريم لغاية اليوم كل هدفه النشاط الرياضي، النشاط اللي هو بيطلعنا من جو هالبلد الصعب، اللي هو بخلي الإنسان ينسى همومه بالبيت ويطلع للطبيعة يتعرف على أشياء جديدة وعلى مطارح جديدة. يعني بالمبدأ الأوفرود إكستريم فيه شباب من أطيب الشباب مثل أفضالك هيك خي زاهر. منوجههم تحية جميعا عبرك عبر شاشة 17 سبورتس، منوجههم تحية لأعضاء أوفرود إكستريم جميعا. نعم حبيب القلب، وأنتم كمان الله يدم لكم هالهمة، على طول بتضلكم متابعينا ومغطينا بالنشاطات الرياضية اللي عم نقوم فيها. الله يعطيكم الألف عافية. لنا شرف. نعم نحن بالمبدأ يعني في كذا أكيد كذا عضو وكذا شاب منتسب لهذا الفريق، والأساس هي اللجنة الإدارية لهذا الفريق، تتألف من 4-5 أشخاص هني بيقوموا بكل النشاطات بمجهودهم بتعبهم الشخصي أكيد دون أي مقابل. لنكون على وضوح، نحن بناخد اشتراكات من الشباب المنتسبة عنا بالنادي، نحن كل شيء منقدمه ليكون في لذة ومتعة وما تكون ما يكون العمل مادي. يعني كل شيء مقدمه من جيبتنا الخاصة لتضل هالشباب بتحب هالهواية وما تحس عبء عليها كمان. صحيح. عم نجرب نجيب سبونسرية من هون، نجرب لو تكلفنا شوي من جيبنا الخاص، المهم الاستمرارية والمهم تضل هالهواية يعني مكفية وتضل بدمنا وما ننحرم منها رغم الظروف الصعبة ورغم الأمور اللي عم تواجهها هيدا البلد. بالنسبة للأوفرود إكستريم، أوفرود إكستريم عنده هلق إيفنت كتير كتير كبير عم يتحضر له. نعم رح أسألك عنه. نعم بعد شوي ندعي الكل. نعم. أعضاء ولا نعم
نعم نعم، أول شيء بنحب نحييكم بالمبدأ مثل ما هذا يقولوا شابو الملخص با للكلام لجهودكم الفريق. أستاذ جميل بهالوضع الصعب، الوضع يعني الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي عم بيعيشها البلد، ورغم هيك يعني بنحيي جهودكم، نعم نحن أنكم عم تضلكم مستمرين بهويتكم، هيدي هوية الأبطال يلي بلشتوا فيها ويلي راح تستمروا فيها بهيك نفسية قتالية فينا نقول، فنحن بنهنيكم. كنت بلشت حديثك وقطعتك، هذا السؤال الثاني لحضرتك. أحد الجاي نحن بخمسة شهر نهار الأحد بخمسة حزيران في المرحلة الأولى من بطولة تجمع الأندية، أندية لبنان لفئة السيميلوك والأماتور بمدينة علي، مصممة بمدينة حضرتك اللي هي مدينة علي. خبرنا وحط المشاهدين بأجواء هذا الإيفنت الرائع، أنا مثل ما أنا بحب أسميه لأني سبق وغطيت أفرضيت على لايف على الهواء على هوا 17 بسميه عرس وطني. خبرنا أجواء، شو بتخبر المشاهدين عن شو راح يصير نهار الأحد ب 5 حزيران بمدينة علي؟ يعني يمكن الحكي ما راح يكون مثل الشوفي، راح يكون شيء كثير كثير مميز، حلو وراح ندعي الكل له من اللي هو ولا المشتركين بالنادي ولا أعضاء النادي ولا المشجعين لهذا النادي ولكل حلو الأندية اللي هي معنا أكيد بالتجمع لحتى لي يشاركونا هالنهار الحلو، نعم ويكون حضورهم مميز لأنه حضورهم بيعطينا القوة والاستمرارية أكيد. نعم نحن بالمبدأ عاملين إيفنت كتير حلو ومجاني لكل يلي بده يحضر أكيد، وللي بيشارك يعني الاشتراك شي رمزي عاملينه 200,000 ليرة على السيارة نعم لحتى اللي نشجع الكل اللي بيحبوا يساهموا ولا اللي بيحبوا يكونوا موجودين معنا إنهم يشاركوا وما تكون عبء عليهم موضوع الاشتراك. يعني نعم بينزلوا بيتسلوا، اي مشترك من المشتركين اكيد بيتوج بميداليه، واكيد الثلاثه الاول بكؤوس حلو، كاس التخرج اول ثاني ثالث حسب وقته، واكيد في هدايا معقول رمزيه أول لكل تاني تالت المشتركين يكونوا من واول أفراد ثاني إكستريم؟ ثالث. منافسة محصورة يعني ان فيكم شاء الله ولا؟ ان شاء الله 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 يوفق الكل والله أكيد يوفق أكيد الجميع. نحن اكيد بنتمنى هذا الشيء، بس أكيد بالاخر هيدي لعبة حظ طبعا والانسان ما بيعرف شو بيصير معه. صح، هيدا دولاب بالاخر، الحظ بيلعب عارف دوره، كيف؟ لأنه كثير أبطال ونحن مثل حضرتك بالنسبة رح لنا ينكسر شيء معهم كذا، بيضطروا يتراجعوا بيضطروا يتأخروا بيضطروا، نعم إن شاء الله. لا يعني عم بعطي عم بحط المشاهدين اكيد إنه شو يعني في بيصير أحيانا، استراتيجية نعم إنه مرات فيها كثير كثير بتعاكس، يعني هيك كومبيتيشن عالي، فيها صحيح إذا ظروف بدك مرات كثير بتعاكس. ظروف صعبة، نعم الفور باي فور منه رياضة هينة، نعم نحن شخصية بالنسبة لنا يعني أي حدا بياخذها من هالتجمع أو أي نادي بياخذها من هالتجمع الأندية بالنسبة لنا صحيح أفرود إكستريم أخذتها، اكيد، لأنه نحن احنا بنعتبر نفسنا بنحيي فيكم الروح الرياضيه كفريق اوفرود اكستريم، بنحيي فيكم الروح الرياضيه ومش كبيره على بطل مثل حضرتك، يعني انت شخصيا كمان بنحيي فيك الروح الرياضيه العاليه. شو معك بطلنا انت بالضبط، شو معك سياره شيروكي رانج او بدك تخليها سربرايز لنهار الاحد؟ مش عارف يعني اذا بتحب تخبرنا شو معك انت بالضبط. البطل جميل يعني شهيب شو عم بيسوق بالضبط هلا؟ حبيب القلب. نحن يا خي من مشجعين الانجليز، نحن ايوه شوفيرية رانج روفر ولاند روفر بالمبدا، بعدين في خينا وحبيب قلبنا السيد داوود نور الدين، نعم هو على طول دعمنا بموضوع اي شيء اعطال ميكانيكيه اي شيء، يعني جراج جي فور معروف للجروب على طول، سبونسر جروب على طول بيقدم الخدمات بشكل مجاني يعني تقريبا حلو لحتى يضل كمان هالجروب مستمر ويضل يشجع الشباب لحتى تنزل وتقوي قلبها وما تخاف من موضوع انه تجيب وقت لحتى ما تنكسر، عرفت كيف؟ لا بالعكس، هو عم يعني بيجرب يسهل الامور للشباب ليضل الاوفرود اكستريم قادر يعمل نتائج وقادر يجيب سكورات. يعني بطلنا هذا هلا كونك متشكر فتحت، كثير خلينا نقول نعم كانك عم تحكي عن الداعمين واللي عم بيقفوا حدكم، رح اسالك بس قبل ما اسالك كونك قلت لي كمان من مشجعين انجليز، يعني هارد لك بليفربول لريال مدريد من كم يوم، خسرتوا التشامبيونز ليج يعني، بس ماشي الحال بنعوضها بالافراد يعني، بنعوضها نهار الاحد بلكي نعوضه على نهار تحت الاحد على متاع البيست. الهام، ان شاء الله نعوضه نهار الاحد متاع الهام اكيد.
خلص وعد من البطل جميل شهيب انه نعوض نهار الاحد. ان شاء الله اشوفك اكيد على البوديوم وبالمراكز الاولى يا رب، حضرك شخصيا واعضاء فريقك. بدي اسالك، انا حكيت عن داعمين، خبرني مين يعني اليوم الداعم راح يكون حدكم نهار الاحد بالضبط؟ انه ما نعرف يعني المشاهدين ما بيخفى عليهم الوضع الاقتصادي المالي الصعب اللي عم يعيشه البلد، فمين واقف حد فريق اوف رود اكستريم؟ يا ترى بلديت علي في اشخاص معينين، بس حطنا بالاجواء حضرتك، مين دعمكم؟ في دعم رسمي، في سبونسر، او كيف العمليه بتصير؟ بالمرحلة الأولى خي زاهر 17 سبورتس أول داعم لنا. حبيبي بيشرفنا. لأنه هي بيشرفني، بيشرف 17 سبورتس. حبيبي. الله يخليك. وأكيد نحن ما بدنا نذكر أسامي كتير مش ما ننسى حدا. صحيح. بس المحبين شرواك خي زاهر هيك على طول بيكونوا بالطليعة أو واقفين حدنا وعلى طول مساهمين معنا. منه ان احنا يمكن سمينا جراج جي 4 لانه هو ادمن اصلا بالجروب كمان، بنحب نذكره لانه ادمن وبنفس هو احد الدرايفرين كمان يعني. نعم صحيح، بس ما بدنا نذكر كل الاسامي، اكيد في ناس كثير. والشكر الاساسي اللي هو لبلديه علي الممثله برئيسها الاستاذ وجدي مراد، قالت كيف عطول بهذه الأمور داعم للآخر للماكسيموم، قداش هو في يقدم من عنده ما عم بيقصر. وبالنسبة للبلدية هي عطول مشجعة لأمور الرياضية والأمور السياحية، وخصوصي بمنطقة علي عروسة المصايف يعني. صحيح. أستاذ واجلي كتير بيشجع هالأمور، عطول عنده نشاطات، مثل مثلا الأسبوع الماضي كان عامل داعم للماراثون وعامل مشروع هايكينج، وعندهم تيم بايكينج كمان الشباب، وعندهم عطول يشاركوا ببطولات، وعطول البلدية داعمة الشباب عطول لحتى تضلها مستمرة. فهذا بيعود الشكر الكبير أكيد والمجهود الكبير للأستاذ وجدي مراد، لأنه هو داعم للشباب كله أكيد يعني. أستاذ وجدي مراد رئيس بلدية علي معروف عنه شغفه أول شيء لمدينته، حبه لمدينته، وعشقه لمدينة علي، لعروس المصايف علي، وعشقه كمان لأبطال علي الرياضيين بكافة الرياضيات، كان بالفوتبول أو عندكم فريق الأهلي علي، كان بالشفرية الرالي، واسم الله كتار هني من علي يعني، كمان ما رفض الأسامي لأنه كتار سائقين الرالي بعلي، كان حد حضرتكم، فمعروف عنه الأستاذ هذا الهام الوطني الكبير الأستاذ وجدي مراد، وقوفه يعني لجانب أبناء مدينته بالتحديد للرياضيين وأبطال مدينته. تحياتنا الكبيرة له لكل أعضاء أو لكل نعم أعضاء بلدية علي. صحيح صحيح، هذا شكر كبير للأستاذ وجدي، والله يدله هالهمة، هذا كل اللي بنقدر نقله إياه. نعم، أنتم محظوظين كأبناء علي، محظوظين بوجود رجل وهالهامة الوطنية الكبيرة مثل الأستاذ وجدي مراد، محظوظين بهيك رئيس. بطلنا، خبرني شو رسالتك اليوم؟ أنا بدي كمان هذه من وجباتي ننوه فيها على الهواء. أنا السنة الماضية غطيت أحد المراحل وكنت حضرتك موجود أنت وفريقك كمان، وحتى أخذت انترفيو منك بشناي، ببلدية شناي، كان فريق الشناي أوفرود كمان منظم ونزلنا غطينا. بدي أقول لك هالعرس الوطني أنا شخصيا تفاجأت، يعني تفاجأت هالجمهور الكبير، أداي عم بيكبر جمهور الأوفرود بلبنان، أداي عم بيكبر جمهور الفور باي فور بلبنان، عرس وطني بامتياز كان أستاذ جميل، عائلات بحيلة أخذين أكلهم شربون قاعدين تحت الخيام تحت الشماسة عم بيأكلوا عم بيشربوا، الأجواء عم تعملوها ما تستهونوا، عم تعملوا أجواء إيجابية جدا بهالبلد بهالظرف الصعب اللي نحن كثير بحاجة لهيك للصدمات الإيجابية إذا بدك. فنحن منحييكم شيء يعني شيء بكبر القلب، قدي جمهور الفور باي فور عم بيوصل لمراحل تقريبا قد جمهور الفوتبول أو الباسكتبول بلبنان، جمهور لا يستهن فيه، ويلي بده يعرف شو عم بحكي يلاقينا نهار الأحد ويشوف شو رح يصير نهار الأحد. مثل ما أنا كنت عم غطي كنا بهوا 17 طالعين مباشرة بروجرام 17 سبورتس من شناي السنة الماضية، فخبرنا أو كيف إذا بدك كيف توجه للبنانيين، كيف أنت كمتحدث باسم فريق أوفرود إكستريم كيف تدعي البنانيين ليلاقوكم نهار الأحد ب 5 حزيران بمدينة علي؟ أول شيء نهار الأحد راح يكون مثل ما عم تقول مثل ما أنت
حمايته قبل عرس وطني، عرس لكل انسان بحب يشجع الرياضه بلبنان. خبرهم شوي هيك نبذه سريعه عن الايفنت، كيف راح يكون ومراحله. صحيح، بهمني كثير. نعم تفضل. هذه راح يكون فيها مرحلتين، مرحله للناشئين اللي هن هاويين بس مش مجهزين كثير سياراتهم، يمكن مع الوقت شوي تتغير امورهم ويصيروا يكونوا من البروفيشنال يعني. هذه مرحله الناشئين، اي حدا هاوي اي حدا بيرغب انه يكون موجود بايفنت وما عنده القدره الكافيه، او حتى يمكن تكون سيارته مجهزه بس مش بشكل انه للتكسير او لتكون جاهزه يعني، يمكن مكلفته سيارته ما بده يأذيها. عاملين حلبة مسهلينها نحن بشكل سميناها الاماتير، عرفت كيف؟ فنحن بندعيهم اكيد لحتى اللي يجربوا يحسوا بهالشعور ويخوضوا التجربه، لتكون لو كانت اول مرحله لإلهم لتكون مرحله حلوه وتكون اكيد مميزه. وبالنسبه للشباب اللي هي تجمع الانديه، او دي الشباب اكيد بروفيشنال يعني، عم نحكي هلا صرنا عم نحكي سامي لوك، عم نحكي السيارات تكون مجهزه، رول كيجز، طفايات حريق، السيت بيلتس، الهالمت، كل شيء شروط السيفتي تكون موجوده فيها. الشباب اكيد صار لهم عمر بينافسوا على موضوع البطوله. وهلا نحن السنه يعني عاملينها بشكل انه عملنا تجمع انديه لحتى لي ناخذ بطل التجمع، اوكي، من هالمرحلتين او هالثلاث مراحل اللي بدها تصير بهالرياضه. النادي نوادي اكيد يعني، في نوادي من ابطال لبنان يعني اللي هن مثلا انت ذكرت شناي أفروت، احنا ما بدنا نذكر اسامي قلنا مش ما ننسى حدا. صحيح، خرج السنه الماضي بطل بالفدريشن. هذا شيء نحن بنكبر فيه يكون عندنا بطل بالتجمع. بالعكس هذا الموضوع نحن نفتخر فيه وبيستحق بها يعني بكل من الكلمة. صحيح. وبالنسبة للشباب كلها يعني من أطيب الشباب ومن أقوى الشباب. أكيد مع يعني الأمور بتتغير وإن شاء الله السنة بحلف الحظ الجميع يعني، أكيد بالنهاية في أول تاني تالت بالمرحلة الثانية. هلأ بالنسبة للمسار نحن كمان عم نجرب نعمل مسارين، مسار للناشئين ومسار للسامي لوك اللي هني البرو، عرفت كيف؟ لحتى لي كمان ما نجرب انه نهرب من موضوع التكسير او يكون في عبء بموضوع التصليحات الميكانيكية لبعدين انه يجوا الشباب ينبسطوا يمدوا نهارهم ويفلوا مبسوطين ما يكون في عندهم بعدين هم بأقل خسائر ممكنة. نعم صحيح، بأقل خسائر ممكنة لأنه اليوم الوضع ما بيسمح. أنت بتعرف نحن عايشين ببلد يعني الله يعين العالم، هذا كل ما مية مية. نعم 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 أكيد. أنا بيكون بخمسة ستين الإيفنت بيعجب الكل بيكون مميز. هو اللوكيشن للإيفنت راح يكون بعروس المصايف بعلي، قرب مركز للدفاع المدني ما في غيره بعلي يعني معروف، أو قرب مستشفى الإيمان كمان. هذي عنوانين معروفين، اللي بيحب يشاركنا أكيد هيدا الشيء بيشرفنا مين ما كان ومن وين ما كان، عارف كيف؟ هيدا الشيء نحن فخر لنا إنه مجرد ما إجا وشارك وساهم معنا لو حضوريا مش ضروري مشاركة فعلية على الأرض يعني، بس الجمهور كمان بالنسبة لنا بيعني لنا لتضل هالرياضة مستمرة وضل جمهورها موجود، لأنه الجمهور له ثلاث أرباع نجاح الإيفنت بيكون. صحيح، الجمهور هو هيك إذا بدك جمال أي رياضة، هو هيك الحلاوة بأي رياضة. ونحن كمان عبر شاشتنا عبر برنامج 17 سبورتس بندعي كل جمهور لبناني لينزل يحضر هالإيفنت الرائع ليشوفوا الأجواء الحلوة. يعني قد ما نخبرهم عنا أستاذ جميل كان أنت أو أنا ما فينا ننقل الصورة الواقعية مثل ما هي على الأرض، الحماس، أصوات المطارات وهدير المطارات الكبير، ريحة البنزين، هالخبريات، أداء بيعلى الأدرينالين حتى بين الجمهور يعني مش بس كبيلوتية مثل حضرتك أنت أكيد هالأجواء عايشها بامتياز، بس كمان عم نقول للجمهور
وبرجع بقول لك انا تفاجأت السنه الماضيه باعداد الجمهور الكبير. انا بعرف انه الجمهور 4 باي 4 كبير وانه الاوفرود جمهوره كبير، بس ما كنت عارف هالدرجه. عرس وطني بامتياز، وما عم بالغ بالمشهد الكبير اللي شفته، ونزلنا بين العالم اخذنا ارائهم كمان. فانا بتمنى وانا مأكد رح تتكرر هالصوره، مش بس بتمنى، انا اكيد رح تتكرر هالصوره بمدينه علي. فكيف اذا كانت علي هي مدينه المصايف، كيف اذا كان فيها فريق بيرفع راسه بيشرف مثل حضرتكم فريق الاوفرود اكستريم، يلي حضرتك خير مثال استاذ جميل. استاذ جميل، هيدي كانت حلقتنا لليله. رح ننهي بالفقره الاخيره ونفرجي جمهورنا ونعرفهم اكثر على فريق اوفرود اكستريم. رح نختم بفقره لقطه لطمحه ونشوف مشاهد لفريق اوفرود اكستريم وهن عم بينافسوا. اعزائي المشاهدين، هيدي كانت حلقتنا لليله من 17 سبورتس. انطرونا بحلقات. اتفضل، هاي بمنتجة، قل لي شو بدك. أنا بدي أخطب الهندسة الجميل، تفضل أسبب بمنتجة معلك. نحن كمان بدنا نوجه شكر لكل اللي دعمونا ووقفوا حدنا من السبونسرية، للفرق الأندية أكيد اللي بشاركي، للجراجات اللي قدمت هدايا للمتبرزين أكيد، ولكل المحبين لهذه الرياضة أكيد. هذه شغلة نحن ضرورية وأساسية، تضل الناس تحب لنقدر نستمر نحن ونقدم لهم هالشيء الحلو المميز بهاي الرياضة. وأكيد الشكر الكبير لك خي زاهر كأعلامي، أنت عطول مغطينا وعطول بالطليعة، يعني الله يدم لك هالهمة ويعطيك الألف عافية، وشكراً كثير على استضافتك. خلي لي إياك وبيشرفني أنه رح نوه كمان نحن نهار الأحد موجودين معكم، انا وتيم 17 سبورتس رح نكون مباشره على الهواء معكم على الراد. رح نغطي فعاليه هالنهار الرائع للعرس الوطني، هالنهار الرياضي بامتياز، رح نغطي مباشره على هواء 17. بشرفنا نكون حدكم ونغطي مباشره نهار الاحد. يعطيكم الالف عافيه والله يدم لكم هالهمه، وان شاء الله على طول بالتقدم على طول لكم كمان، وانت كمان تستاهل كل خير خينا زاهد. اهلا وسهلا فيك. المتحدث الرسمي باسم فريق اوفرود اكستريم الاستاذ جميل الشهيب، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. على امل على طول نشوفك بتالقك بنجاحك انت وفريقك. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الالف عافيه. أعزائي المشاهدين، بعد هالمشاهد الرائعة لفريق أوفرود إكستريم بننهي حلقتنا. انطرونا بحلقة جديدة وأهلا وسهلا فيكم.